سعود الفيصل بعد ثورة 30 يونيو، حيث زار العديد من العواصم الأوروبية وقوفا بجانب مصر وشعبها. ونحن نرى أعزائي المشاهدين قدوم الركب الملكي لضيف مصر الكبير خادم الحرمين الشريفين، يدخل البرلمان المصري. وكما ذكرنا، هذه الزيارة تعتبر زيارة تاريخية لزعيم كبير للبرلمان المصري. الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، والسادة الوكلاء، وأيضا الأمانة العامة للمجلس في استقبال خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز. قليلة وتستقبل القاعة ونواب البرلمان والضيوف الأكارم الوفد الرسمي، يستقبلون ضيف مصر الكبير جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز. فهذه إذن لحظة تاريخية هامة ستكتب للبرلمان المصري في تاريخه. وصل بالفعل ودخل البرلمان ضيف مصر الكبير جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز. ترون حضراتكم في استقباله رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، أعزائي المشاهدين. يدخل الآن قاعة البرلمان ضيف مصر الكبير جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين في زيارة تاريخية لزعيم كبير إلى البرلمان المصري. بسم الله، باسم الشعب افتتح الجلسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. خادم الحرمين الشريفين جلاله الملك سلمان بن عبد العزيز، اهلا.
الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظكم الله، مرحبا بكم قادما من الأرض التي وضع فيها أول بيت مباركا للناس وهدى للعالمين إلى أرض النيل الخالد مهد الحضارات. مرحبا بكم قادما من أرض الرسالة التي أتم الله بها الرسالات السماوية لترفرف على البشرية أنوية الأمن والسلام. مرحبا بكم تجسدون تاريخ شعب عظيم وتمنحون المحبة، وهذا هو وجه الشبه بيننا. مرحبا بكم في أول زيارة لملك سعودي للبرلمان المصري الذي يشرف بكم الآن، وهذه هي المرة الأولى التي تخاطب فيها قيادة المملكة العربية السعودية الشعب المصري من تحت هذه القبة. لقد تميزت مسيرة جلالتكم بتحقيق الكثير من النجاحات للمملكة فخلال عام واحد من تقلدكم للحكم تحققت الكثير من الإنجازات، وأسستم لمرحلة جديدة من الوعي والعمل العربي المشترك وفق استراتيجية جديدة سيكون لها بإذن الله تأثيرها الواضح على قضايا الأمة العربية والإسلامية. خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك حفظكم الله، لقد واصلتم مسيرة الحب والوفاء لمصر التي بداها مؤسس المملكة العربية السعودية الملك العظيم عبد العزيز آل سعود. لقد واصلتم مسيرة الحب والوفاء لمصر التي بداها مؤسس المملكة العربية السعودية الملك العظيم عبد العزيز آل سعود طيب الله فرح. فوقف بلدكم الشقيق مع مصر، ووقف ضد كل ما يحاك لها من زعزعة لأمنها وتفتيت لنسيجها والنيل من استقرارها في أعقاب ثورتها العظيمة ضد حفنة ممن أرادوا اختطاف هويتها في ظل منطقة تموج بتغيرات وتحولات ولا تزال. أقول وقفت بلادكم المباركة واستخدمت إمكاناتها الاقتصادية والدبلوماسية ضد عزل مصر ومحاصرتها اقتصاديا. فمنذ توليتم الحكم فقد حرصتم على استمرار التكامل بين المملكة ومصر والاعتراف بحقها الشرعي في ردع كل عابث أو مضلل، فرعيت العهد وبذلت الجهد، فكانت مصر حاضرة معكم وهي تخوض معاركها ومعارك أمتها ضد إرهاب أسود لا دين ولا وطن له، إرهاب يعيف في الأرض فسادا ليهلك الحرث والنسل. مصر حاضرة معكم إيمانا منكم بأنها قوة للعرب وأن العرب قوة لمصر، أشقاء لا أوصياء، فما بيننا كثير، بيننا الدم الواحد والتاريخ الواحد واللغة الواحدة والعقيدة الواحدة والمستقبل الواحد. خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك حفظكم الله، إن هناك وعيا مشتركا وتوافقا كاملا وواضحا في الرؤى بين مصر والمملكة في جميع القضايا العربية والأقليمية، ولقد نجحتم مع أخيكم الرئيس عبد الفتاح السيسي
ولقد نجحتم مع أخيكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعكم الأشقاء في الخليج العربي في درء خطر داهم ومؤامرة حيكة بليل للنيل من نسيج دول الخليج وتفتيت لحمتها. خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك حفظكم الله، لقد سخرت المملكة كل ما حباها الله من نعم وهبات لخدمة قضايا عالمها العربي والإسلامي، ولن ينسى التاريخ لجلالتكم قيادتكم الجسورة لعاصفة الحزم لإنهاء أزمة اليمن الشقيق، وكذا استضافتكم الكريمة للفصائل السورية المعارضة، ثم إعلانكم لتدشين تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب حتى أضحت الرياض قبلة للاتصالات الدبلوماسية العربية والدولية. خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان حفظكم الله، إن مصر والسعودية هما عصب الأمتين العربية والإسلامية، وتعاونهما معا هو السبيل الأوحد لإجهاض مخططات أعداء الأمة والتعجيل بنهاية الإرهاب لتنعم أمتنا بأمن وسلام طالما عاشت في ظله قرونا وعانت من فقده سنينا. فلنكن يدا واحدة على من عادانا، ولتكن يد الله فوق أيدينا، وليبارككم الله. دعوات صادقة من أبناء مصر، أن يوفق الله عز وجل مسعاكم، وأن يسدد على طريق الحق والنصر خطاكم. والآن نحن جميعا في انتظار حديثكم إلى نواب مصر، فلتتفضلوا جلالة الملك. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد، مع الدكتور أستاذ الدكتور علي عبد العارف بن نور أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواء سروري أن أكون معكم في هذا اليوم الذي أسعد فيه لإقرائكم في مجلسكم الموقر. إن مجلس النواب المصري على مدى سنوات طوال أحسن في تشكيل تاريخ مصر ووجه الحوار الحديث في مختلف جوانبه، وأود التأثير على الدور المؤثر لمجلسكم في تعزيز العلاقات التاريخية بين بلدين الشقيقين. إن القناعة الراسخة لدى الشعبين السعودي والمصري بأن لدينا شقيقان مترابطان هي المرتكب الأساسي لعلاقاتنا على كافة المستويات. وقد أسهم أبناء مصر الشقيق منذ عقود طويلة في مشاركتنا بالعمل والتنمية والبناء، ولا يزال بلد الثاني في السعودية يستعد بصرافتهم. أصحاب المعاني والسعادة نمعن خلايا المغرب في مقدمتها القضية الفلسطينية، تتطلب منا جميعا معجزة الصف وجمع الكلمة ويعد التعاون السعودي المصري الوثيق لشهد اليوم، والحمد لله الدرجة المباركة بين العربي والإسلامي لتحقيق توازن بعد سنوات من الاختلاف واتحاد العمل الجماعي والاستراتيجي بدلا من التشتت. قد أثبتت التجارب أن العمل ضمن تعارف مشترك يجعلنا أقوى ويضمن تنسيق الجهود
خلال آليات عمل واضحة. من المهم أن تتحمل السلطات التنفيذية والتشريعية في دورنا مسؤولياتها الكاملة تجاه شعوبنا ومستقبل أمتنا، ونتعاون جميعا من أجل تحقيق الأهداف المنشودة المشتركة لتخدم تربية أبطالنا. إن الدولة السعودية وجهة مصر العربية فرصة تاريخية لتحقيق قفزات اقتصادية هائلة من خلال التعاون بينهما، وقد شهدنا الحمد لله خلال الماضيين توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والعقود الاستثمارية، كما اتفقنا على إنشاء جسر بري يربط بلدينا شقيقين. سيربط من خلال بينهما بين قارتي آسيا وأفريقيا، يكون بوابة لأفريقيا يسهم في رفع التبادل التجاري بين القارات ويدعو صادرات بلدين العالم، ويعزز الحركة الاقتصادية داخل مصر، فضلا عن أن هذا الجسر يعد معبرا للمسافرين من حجاجة ومعتمرين وسياح، وسيتيح فرص عمل لأبناء المنطقة. وقد كان من ثمرات الجسر الأولى ما تم اتفاق عليه بالأمس العمل على إنشاء منطقة تجارية حرة في شمال سيناء، وهذا سيساعد على توفير فرص العمل وتنمية في المنطقة الاقتصادية، كما يعلم الصادرات في دول العالم سنصبح بإذن الله باستثمار فرص تتمع بعين أضخم على مواطنينا والأجيال القادمة. أيها الأخوة الأعزاء، إن المهمة الأخرى التي ينبغي أن نعمل من أجلها سويا تمثل في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، التي تؤكد الشواهد أن العلم العربي والإسلامي هو أكبر متضررين منه. قد أدركت السعودية ضرورة توحيد الرؤى والمواقف لإيجاد حلول عملية هذه الظاهرة، وتم تشكيل اتحاد الإسلام العسكري لمحاربة الإرهاب، وتسجل الجهود بما يكفل معالجة شاملة هذه الآلة فكريا وإعلاميا وماليا وعسكريا، كما أننا نعمل سويا للمضي قدما لإنشاء القوة العربية المشتركة. أسأل الله عز وجل أن يدوم على بلدينا دولة الأمن والأمان، وليزيد من تماسك أوطاننا العربية والإسلامية، إن هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. سلمان مرحى تم دحنا جهدكم، والجهد يأتي في الرجال تطوعا. سلمان مرحب بين أهلك داعما، والفضل يأتي منك فعلا طيبا. سلمان دمتم للعروبة راعيا، وبلواد الجد عبدا مدافعا. سلمان أنتم في المواقف شامخا، والعصر والأيام خير مزيد. سلمان فضلك في الرقاب مطوقا، وعلى الهامات دمتم علما شامخا. سلمان أنتم للإرهاب مقاتلا، والحسان أنتم عنكم مواجها. شكرا. يا ترى 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 يا
تلت حوض الحمايه وحلوها مستنيرة الحمد الهمجة الدين في الله تعالي سعود ما يوم جابوا المريرة وصلاح ترفع الجلسة ترفع الجلسة على أن تعقد الجلسة القادمة في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم. Thank you.
ماشي.